شيخ رجل اشترى ثوبا ب300 ريال مع وجود غيره ب50، فهل يجوز ذلك؟ فهل يكون ذلك من الاسراف يا شيخ؟ لكن غيره هل هو اذا اشترى ثوبا ب300 مع انه يجد غيره ب50 قريبا من جودته يا شيخ، الجوده قريبه. لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50؟ اذا كان قريبا منك كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟ مثلا نقول هذا ياباني وهذا انجليزي، واليابان ما شاء الله او كوري، ما اعرف انا الياباني والكوري اي احسن؟ انجليزي. طيب معناه انه اشتراه لانه احسن. اي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمده سنه، العلم ان يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني ب300 يعني قد يستعمله سنه ثم يرميه. على كل حال الاسراف يعني ضابط الاسراف، الاسراف تجاوز الحد. وتعرف ان الناس يختلفون، الرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا يقال هذا اسراف، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقه في بيته نقول هذا اسراف. فالاسراف هو مجاوزه الحد، والناس يختلفون في هذا. يعني يكون على العرف يا شيخ. اي نعم على العرف.